يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بحمد الله أنا شاب مستقيم طالب للعلم، في نفس الوقت احتجت للمال للزواج، ولكف يدي عن سؤال الناس سلكت طريقا تجاريا لمشروع ما، فهل هذا من الطمع وعبودية المال؟ أنت مأمور بطلب الرزق، مأمور بطلب الرزق، هذا شيء مأمور به طلب الرزق، أو عند الله الرزق فاعبدوه، علق قلبك بالله واطلب الرزق، لا تعلق قلبك بالناس. نعم.